من إله الأولين والآخرين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أجل المرسلين وآله وصحابته وتابعي من واله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزى الله الإخوة المتحدثين من قبلي على ما أجادوا وأفادوا وتكلموا وبينوا ووضحوا للناس أمر العقيدة والتوحيد وخطورة الشرك والمشركين والمبتدعة والمبتدعين. وبحول الله وقوته أقف مع مسألة من مسائل الجاهلية التي ذكرها الإمام المجدد محمد ابن عبد الوهاب عليه رحمة الله في كتابه مسائل الجاهلية، فقال في المسألة العشرون أن أهل الجاهلية يعتقدون في مخاريق السحرة، أي خوارق العادات التي يرونها عند السحرة، أنهم يعتقدون في مخاريق السحرة وينسبون ذلك للصالحين كما نسبوه لنبي الله سليمان، فيعتقدوا أن هذه المخاريق من الكرامات من كرامات الصالحين. والمسلم عليه أولاً أن يؤمن بأن هنالك أولياء، في أولياء، لقول الله تبارك وتعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، ولقول الله تبارك وتعالى: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. والولاية إما ولاية للرحمن أو ولاية للشيطان، وولاية الرحمن تنقسم إلى قسمين: ولاية قطعية يعني تقطع شك دولي، مثال ذلك الصحابة رضوان الله عليهم ومن جاء فيه نص كأويس القرني وغيره، وولاية ظنية، إنسان رأيته على عقيدة صحيحة ومحافظ على الصلوات ومجتنب المنكرات تقول نحسبه من الصالحين، ولا تجزم بذلك، ولا تجزم بذلك. ودائما الصوفية دائما مخالفين، دائما الصوفية مخالفين. تخش أي مسجد ولا أي قبة ولا أي مكان من أماكنهم، زريبة ولا شكينيبة ولا غيرها، تلقى الأعلام ترفرف، أعلام خضراء بأحمر بأصفر، والله يحيرك ذات لا إله إلا الله المكاشف ولي الله. لحد قبل يومين اللي قلت لك صاير في الحلة كاتبين فيه لا إله إلا الله ابن الركان ولي الله، لقيته طاير في الحلة كيس بتاع نايلون، دايرين يولوا بأي طريقة، بالكذب بالصح دايرين يولوا، يبقى قولي. فقال الإمام عليه رحمة الله، قال أن أهل الجاهلية يعتقدون في مخاريق السحرة، يعتقدون في مخاريق السحرة وأمثالهم من الدجاجلة والكهان وغيرهم، وأمثالهم على أنها من كرامات الصالحين، ونسبته لهم ونسبة ذلك للأنبياء، يعني بينسبوا هذه الكرامات بينسبوها للأولياء كما نسبوا نسبوه لنبي الله سليمان، لأن ربنا قال: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر، إلى نهاية الآيات من سورة البقرة. فالمهم تعلم أن أهل الجاهلية إلى زماننا هذا لحد الليلة، شفت في واحد في الهلالية اسمه ود المرين، ود المرين ود المرين
المهم واحد من طواغيت الصوفية ده بيأشر للجماعة بالعصاية، الجماعة كلهم بيقعوا والله، بس كأنه طوب مرصود يقعوا ويجروا يجيبوا لك لحد ما يزول وتحت كراعه، واحد من الحيطة فوق يجيبوا لك واقع في الواطة ويخلي لك الناس يعملوا أفعال. أي زول لو فكر يعلم تماما أن هذا من أفعال الشياطين. أصلي ما كرامة لي ولي عشان ما يغشك، يقول لك أبونا الشيخ والدلميرين ولي من أولياء الله، لا ما ولي، ده ساحر يطعات السحر ويعينه على ذلك الشياطين. الشياطين بيعينوا، والجماعة الجايين كلهم دراويش، لا فيهم واحد متحصن ولا فيهم واحد عارف أذكار مساء ولا أذكار صباح، ده همه كله في النوبة، يرقص في النوبة بس الفتمتوم ويرقص ويلف ويدور. أبوه الشيخ بالعصاية كده والشيطان بيديه دفرة يجيبه لك واقع، يقول لك شايف ده ولي كبير. أي ولي لكن للشيطان، ما ولي للرحمن، ولي للشيطان. وكثير من الناس الليلة من أهل الجاهلية بيعتقدوا إنه دي كرامات دي، ونحن على يقين أن ما يفعله هؤلاء المتصوفة اليوم من خوارق للعادات فهي من استدراج الشياطين لهم، وهذه الخوارق تعاون فيها شياطين الإنس والجن وفعلوا هذه الأفعال لكي يخدعوا بها الناس ولكي يجمعوا بها الناس على أنهم صالحين. أقول لك أبونا الشيخ كراع هنا وكراع الثانية في البحر الأحمر والثالثة جوا مكة، ولا يقول لك خطوة هنا والخطوة الثانية في كوستي والثالثة في اللبيض، ده معناته عنده شيطان بيشيله بس، لأنه الشياطين في شيطان سريع جدا عشان ما تتغشى. فما كل زول ظهرت له حاجة خلاص يعتقدوا الناس انه دولي من اولياء الرحمن. والصوفية عندهم كتب كتبوها، واحد قال من كراماته انه كان بيتكلم مع الطير، هسه دي كرامة يعني؟ قال من كراماته انه كان يتكلم مع الطير زي ما ذكر كتاب الطبقات، طبقات وضيف الله، قال كان رضي الله عنه جالسا يوما تحت المشاط، عليك الله شوف الخيبة دي يمشطوا، قالوا شيخ ومشطوا. قال فجاء الطيرة ما ورانا قمرية حمامة والدبرق زرزورة ما ورانا، المهم قال فركت في قوة الباب، القوة دي يعني زي الشباك كده، قال فسكسكت للشيخ، الطيرة سكسكت للشيخ. كده شوف الفيلم الهندي ده، والله في إيز بيستون ما بتلقى شغل الصوفية ده. قال فسكسكت للشيخ فسكسك لها، الطيرة سكسكت ليش الشيخ سكسك ليه؟ طبعا الدرويش اللي بمشط في الشيخ يتحير، ابونا الشيخ ده ماله يا ربي، يكون عنده باقي شربوت باي ضربه ولا الحاصل شنو؟ قال فطارت، فجاءت اخرى، جاءت طيره ثانيه، قال فسكسكت للشيخ ثم سكسك الشيخ لها. الدرويش ثاني زاد الحيره احتار، قال له ابويا الشيخ سالتك بالله ان قالت لك وان قلت لها، يعني الطيره دي قالت لك شنو وانت قلت لها شنو؟ قال هذا رجل وامراه وفقت بينهما، قال لي الذكر وانتايا عقدت لهم، ولا كان عندهم مشكله مطلقين وانا رجعتهم. ها طيب انت عقدت الاثنين، باقي الطير ده عايش عرفي؟ باقي الطير ده يكون عايش لي. وده كله من الكذب ومن الدجل، وجاء في كتاب طبقات السعراني، وده برضه كتاب وسخ جدا. قال من كرامات واحد من الجماعه بتاعنه، قال ومن كراماته ان بوله ابيض من اللبن الحليب. يعني كان اللبن ما جاء الدرويش يشيل الكوره، ابويا الشيخ عليك الله من الرطول طازه. هو قال لك كده، ده كلامه، انا قلت لك كلامه. قال ومن كراماتي ان بوله ابيض من الحليب الصافي، يعني قال بوله ابيض، ده شنو يعني هسه دي كرامه؟ يا ناس اين عقول هؤلاء الذين يصدقون بهذه الاشياء وهذه الخرافات؟ وده كله شغل بتاع دجل، وبيدرسوه في جامعه الخرطوم كده الطبقات بتاع وضيف الله، وده كله شغل بتاع وخام مجرمين. شوف ما في ناس نشروا ومكنوا للتصوف مثل الاخوان المجرمين، والله جد اي محل تلقى التصوف منتشر ونشيط تاكد انه في اخوان مسلمين بيساندوا الجماعه دي، والله لانه ديالك مجرمين دايرين السلطه
وبيخموا دال في الانتخابات، وهؤلاء أهل الله وهؤلاء أهل التقابة وأنتم أهل القرآن و و و ارفعوا له اثنين لوري بتاع دقيق، بكرة الحلة كلها صوت للأخ المسلم يترشح في الدائرة تلقاه فايز. شغلة بتاعت مآكل وسياسة وضيعوا الدين. شوف ما في ناس ضيعوا الدين في الدنيا زي الأخوان المسلمين والصوفية والله، وزي ما ذكروا لك أخوان ضيعوا المجتمعات الإسلامية، طلعوهم ثورات وطلعوهم مظاهرات هلك فيها من هلك ومات من مات وانتهكت فيها الأعراض، وهؤلاء حرضوا هؤلاء الناس. ديال الجماعة دي ذاتهم ناس نبيل العوضي وسلمان العوقة وإن شئت تقول ما عارف الهناي وعلي القرني والعوض القرني والقرضاوي وغيره من أئمة الضلال، ضيعوا طلعوا الناس وضاعت المجتمعات وتزعزع الأمن في كثير من بلاد المسلمين، سوريا والعراق وفي غيرها من بلاد المسلمين ذهب الأمن. فعشان كده التخليك ما كله زول طلع عليه حاجة الناس يصدق ويقول ولي، فدي كلها مخارق بتاعت يعني سحرة ودجالين يتعاملون مع الجن. والدجال الكبير لما نيجي، الدجال الكبير برضو عنده علامات وعنده خوارق عادات. والله الدجال لو طلع في زمننا ده أول ناس يتابعوا الصوفية، أول ناس. شفت الرايات في الموالد دي جاهزة جاهزة لاستقبال الدجال، لأنه ده الواحد القبر كان طلع موية، بكرة اللعمة يشيل المكسر، أوه قبر أبونا الشيخ طلع موية، كرامة كرامة يا زول، دي موية يمكن في ماسورة مكسورة، يمكن في ما عارف بلف محلوج تحت، مهما أنت ما تصدق ساي. واحد تاني يقول لك ده بيعالج بالكوي، بيتش الناس يكوي الناس، الأمة كلها تمشي تطير، فما تصدق أنت أي مخلوق. يا قال أنا ولي، خلاص الناس يصدقوه. عشان كده الإمام رحمه الله قال أن أهل الجاهلية يعتقدون في مخاريق السحرة وأمثالهم على أنها من كرامات الصالحين، ونسبته أي نسبة ذلك لهم كما نسبوه لسليمان عليه السلام. فإنت خليك حريص ما تتخدع، ما تتخدع. شفتوا راكب المنبر وملفح وهذا رسول الله أراه أمامي، ده واحد في أبو آدم هنا قال الرسول في قال شايف الرسول قدامه، طيب ما تنزل تخلي الرسول يتكلم. ده واحد اسمه الركيني هنا جاي في أبو آدم وعنده أفعال وهذا المسجد والله بس تقول جنباز وزغاريت وشغلات طويلة، وشوفناه الكلام ده بعيننا مرة خشينا عليه وعادين كده. يا زول الجامع ده والله يحيرك ذاته، تستغرب فيه ده جامع نادي بتاع فنون شعبية، الحاصل شنو؟ البينقز والبيزغرد والبيطير والبيسوي ده شنو ده؟ هذا ليس من دين الله في شيء. يعني كده تكون حريص، ما أي زول طلع يخم الناس بأنه ده ولي وده ما عنده كرامات. ويشوفوا أول حاجة توحيده كيف؟ تقيسه على الكتاب والسنة. عشان كده العلماء قالوا إذا رأيتم الرجل يطير في الهواء ويمشي على ظهر الماء، قال فلا تصدقوه حتى تعرضوا حاله على الكتاب والسنة. شوف أبوك الشيخ ده كيف حاله مع الكتاب والسنة، كيف توحيده، كيف عقيدته، كيف. إذا كان من هؤلاء أعني عباد القبور وأصحاب الطرق، فتأكد أن هذا استدراج من الشياطين، فتبتعد طوال، تبتعد منه. والكلام يطول، إن شاء الله إذا مد الله في الأجال نأتي ونتكلم في بقية هذه المسألة ونفتح المجال لأخونا محي الدين، فليتفضل المجلس المأجور. السلام عليكم ورحمة الله.